دولا دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال، ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي وام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ ايه الكلام؟ انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه؟ اتمسوا بالخير عشان ايه؟ اتاخرتوا الدنيا ليلة. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دولا الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دولا؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دولا يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس؟ هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه؟ مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دولا. شوف الزبونه دي. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا، واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب، رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي أنشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو ناشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي أنشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر، وبدل ما اجيب خبرك صح ولا لا؟ اين الحاجة الساعة؟ روح هات حاجة ساعة. عجل. حاضر ادول. حاضر. للأسف يا مدام شريفة، الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي حفيفة حب، أنا أنسة، أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك، الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك، ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ايه دول؟ ولا رمز. روح هات الاتنين حاجة ساعة. عجل. حاضر يا دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو، يعني غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياه المدنيه، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الاله هرست الانسان، هرسته يولع
يولع يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفية الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعرية من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل استطيع ان اشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك انا ممكن اعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم كل واحد يحاسب لنفسه ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا إيه؟ انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ ياد مش مهم يالا يا رمزي. لا مش مهم يا روح اجيبها لك من شعرها كده. ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يالا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفة تكون حبيتها دولا من ورايا. لا يالا احبها ايه يالا. دي اختي في الشعر ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الأشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالأنهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكراتي اليومية بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من أنواع السرد. وانا بقى كزوجة فين من اشعارك دي؟ حبيبتي تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظة يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيدة ودمياطة دول بقى؟ دول يا حبيبتي كناية عن الحدث اللي حدث النهاردة. لقد اصبحت غامضا يا عادل، ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكرة الساعة 5 عشان تيجي معايا عند بنت خالت مامي عشان سبوع بنتها تومادر. تومادر خلفت توأم ما شاء الله. لا يا حبيبي ده اسم تركي مركب. بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاكي لان عندي مواعيد هامة جدا. يا سلام، مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي؟ علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم، اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو، هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي، وانا عندي فرصه ان انا اقابل توأمي الشعري. على فكره يا عادل بقى الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. عادل يا حبيبي دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمي كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين، وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس واحد كان من بيرم، بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكرة يا عادل أصبحت معلوماتك في الشعر فظيعة. أنا عارف طبعا، بس على فكرة مش أنا لوحدي، أنا النهاردة لما قابلت توأم الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكرة أنا أدعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، أنا عندي ميعاد الساعة 5. خلاص وأنا هضحي وأروح لتومادر لوحدي. طب انا اعمل ايه بقى في ديواني ساهاتفك ليلا؟ لا ديوان حضرتك ساهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه، ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات، وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا يعني. حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد، مش معقوله هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضيه يا هفيفه. ومش بعتي سيي موبايل وتبقي الشعيه اشطايي. وبكره تبيع موهبتك على ارصفه الحياه المدنيه. يبقى في العتبه بقى ايه فرد على الرصيف كده وبتبيع اشعار عادي جدا يعني. انا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقولة يعني تزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. يا شاعر يا شاعر بعد اذن حضرتك. حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر.
شكرين أو شكرين. لا تغضبي لا تغضبي. الجو خلاص تلوس، مش ممكن الطاقة السيئة دي. أبناء الجيل الواحد بيأكلوا في بعض. والله يعني عارفة حضرتك أنا سعيد جدا إن أنا قاعد مع موهبة فظيعة زي حضرتك، ما تتخيليش مدى سعادتي يعني. أستاذ عادل، أنا كمان حابة أعرف موهبتك أكتر، ممكن تسمعني حاجة؟ آه طبعا ممكن. كانت هفيفة في البدء زبونة، كانت تتحدث برعونة وتقول الله هم هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده، دي مجنونة؟ قلت له لا، انها جوهرة مكنونة، وانا وهي اصبحنا زي الليفة والصابونة. يا للهوس، لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحة انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفة والصابونة بينضف الودان يعني. استاذ عادل، يبدو أن الانسجام متبادل، والتلقي ملتحم، والتعاطف منسجم، وأنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك، يعني قصدك إيه بكبرت؟ يعني عادي، إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة؟ يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زيي. لا والله أنا بحس يعني عارفة حضرتك إن المشاعر اللي بتيجي بسهولة بتمشي بسهولة يعني. أستاذ عادل، أيوه، إنت عارف طبعاً إن لحظة المخاض الشعري دي ممكن تيجي في أي وقت. أيوه. ولطيف قوي إنه البني آدم يلاقي حد يسمعه في اللحظة دي، وما بالك بقى لو كان الحد ده طقم الشعر. ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده، انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان مش لاقي توام الشعر يعني. سبحان الله، بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله، فدي يعني ممكن تبقي توام الشعر يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعر؟ يا سلام، انا كلي اذان صاغيه، اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك. لا حضرتك مش بتقلي، حضرتك بتزنقي هي يعني، بس يعني اتكلمي يعني. لا لا لا، خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعرة صغيرين. ايه اخويا الصغير ساب المدرسه واشتغل شعر، واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطه ودلوقتي سارح بيكتب نثر، واختي. ايوه، مالها اختك؟ مقضيها قصص كثيره. يا ما شاء الله، يعني البيت كله يعني شعرة، يعني الواحد يحس كده ايه، بيت الشعر يا بيتنا، على بابك قصايدنا، بيت الشعر يا بيتنا. عادل عادل، ايه؟ اصحى حبيبي، الباب بيخبط. ده مين اللي هيجي لنا الساعة 3 الفجر ده؟ أشوف. أيوة، دول حبيبي. محتاجينك يا عادل، أنا في حالة مخاض شعري، أرجوك ساعدني. ادخلي سخاني مية يا مرات عمي بسرعة، في طلع شعري دلوقتي. والولادة الشعرية القيصرية دي ما تجيش إلا في انصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الأستاذة هفيفة حب توأم الشعري. إنه ينطق باسمي، إنه يتبارى بحروفي. مين دي؟ ابعدوا عنها دلوقتي، إحنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وإنت نفسك في ولد ولا بنت يا دولة؟ أحتاج إليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيعها؟ دي بان عليها مذيعة. لا لا، الحقها يا عادل، حرام، دي هتموت، هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجة دلوقتي دكتور، هي محتاجة مدرس أول لغة عربية. أنت طبيبي، أنت ملاذي، أنت حبيبي، هازي أنت دوائي وأبكازي. أنت بنتك مش معدية لليلادي يا ماما. يا حبيبتي أعرفك أنا المدام، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا 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 رانيا، بتعكسني ايه يا رانيا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما، دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه.
اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي. عصر ايه يا حبيبتي؟ دي تربيه حواري. لا لا يا ماما، دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دوله والنبي. اه طبعا خايف تتمسك انت. انت جبت قوي دولة بينها بتخرف. طلعوا برا، طلعوا برا. ايه الاوفر بتاعك؟ وسخنه قوي، بتحط ايدك على بوتاجاز. انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع برا. شفتي يا مامي؟ شفتي خايف عليها ازاي؟ هيموتني. ارجوكوا، مش عايزه عطفه او شفقه من حد. جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه، انا هوصل البت دي. يعني يلا قومي يا بت، هقوم المره تغسل لي هدومي في البازار. بت ايه وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني. انا بقولك خلاص رمزي، خدها وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. على لقاء. على لقاء. ما حدش هيفهمني ابدا. بقى بقول لك ايه، انا عايزه تفسير مبرر ودقيق وواضح للعلاقه دي. رانيا، انا قبل كده قلت لك ان انا اخيرا لقيت توأم الشعري. ايوه صح، انت قلت لي، بس انا كنت فاكراه راجل مش ست. الشعر ما يعرفش راجل ولا يعرف ست، في النهايه هي شاعر. بقول لك ايه، الست دي مش طبيعيه وبتحبك. تحبيني ايه يا ماما؟ دي توأم الشعري لا يجوز شرعا. ده من وجهه نظر حضرة جراف سيادتك، لكن من وجهه نظر الطرف الاخر فهي تعشقك حتى اخمص القدمين. لعلمك بقى انا ما لعتش الجزمه قدامها. بقول لك ايه، ما تجننيش، انا ست وافهم الست كويس، الست دي ما تشوفهاش تاني. بصي انا ما اقدرش اوعدك، لكن اوعدك ان انا مش هقابلها غير في الندوات الشعريه فقط. عشر سنين بكتب شعر عن الحب والمشاعر ومعرفش ايه، ومفيش حتى تنتوفة راجل رقعني صفارة معاكسة وانا ماشية. شباب مصر شباب محترم، يمكن مش عايزين يجرسوك في الشوارع. يا سلام، جت علي انا بقى يا اخويا اللي مش عايزين يجرسوني. ما يجرسوني ولا يبهدلوني ولا يعملوا فيا اي حاجة. رانيا كان عندها حق. طيب انا هضطر استأذن انا بقى. يعني لا اما اتجوزك يا اما تقتليني. بالنسبه للجواز مش هينفع، تقتليني الحقيني واقتليني. الحقوني 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 الحقوني. هفيفه المهفوفه تهفت في دماغها وجايه وراها ومعاها سكينه وعايزه تقتلني. طبعا طالما تحب واحد زيك تبقى لازم تكون مجنونه. شفتي يا عادل، قلتلك انه في حب انثوي صاروخي، قلتلي لا ده حب شعري، ما صدقتنيش. بابا افتح الباب. لا لا يا قوي تفتح الباب، لا تكون هي. بليز بليز. خليكوا خليكوا، محدش يعمل اي صوت خالص عشان لو هي ما تعرفش. ها ها محدش يعمل صوت. ده رواد رمزي. امين. انا رمزي يا دوله. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعه. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ أجمل يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كانثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما؟ دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده ست ومن حقي احلم واتجوز واسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي؟ انا كعب رجلي مبرق من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قولي ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني عليها. لو على قد قلمين ما تقوع، لو على قد قلمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في داهيه يا حضرتك. يا حبيبتي معلش، سد الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه، دي خلاص دي طايره طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيشي حياتك على النت. انت الحبيب
وأنت الدواء. هيا بنا على المخزون. طب ما انزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا 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 يا دكتورة. اهي اهي بنت المجانين اهي. انتشروا انتشروا. حرام عليكم، سيبوني بقى، انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفة تاني؟ ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل. انا بقى هرجعك تاني يا اختي وهكهربي. كهربا؟ لا لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. انه كهرباء. لا يس كهرباء. كهرباء كهرباء. وهات فرده هنا، هات فرده هنا. خدوها. الحمد لله. يا اختي عرفت منين يا ام ميرفت؟ اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. اه والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها. قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغالي عندي. امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفه ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت يا اختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم، خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد، مالوا البلد. الله. ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكوا في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده ايه ده؟ انا دول؟ عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 امسك امسك امسك. خلصنا. Thank you.